اختي نجيبه. نجيبه؟ ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابساه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوشني اجرتي. هي مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزه جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. زمان وايام زمان لما علينا خالتك وعماتك تكلم لين الصبح ما يطلع علينا. جيل جديد قاعد لي طول الوقت على جوالات وسنابات. ذاك اللي اسمه انستغرام. انستغرام ايش اقول لي؟ ام محمد اللي تبغى تخطبك نقول لها تقابلك سكايب ولا لايف؟ جيلنا غير جيلكم، جيلنا غير جيلكم يا اخي. انا ماشيه فين رايحه؟ الله لا يشتكر لكم. ما في سواق، وين بتروحي؟ 8 سيارات في الحارة وواحدة مستنياني عند الباب. شوفي سلام. ايش الريحة دي؟ ما في ريحة بالضبط. ليش ما طرختي؟ ليه ما كنستي؟ البيت مقلوب. بعدين تعالي، فين كنت اليوم؟ اصلا مين قال امي تطلع دون اذني؟ والله اخوانك ذول لو شفتهم حتوطب بطنهم. قومي فك الباب انقلعي. انطقي ما عندنا حريم يفتح البيبان. قال ايه؟ قال تفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حي تفضلوا يا اخوان الغالي، تفضلوا. اخواني والله منورين. قد يوحشكم كذا وجوني اليوم، والله الصدفه مره تجنن. ايش الاصوات دي يا دارية طالع في الشارع؟ تعرف زوجي يحب ينكت ويمزح وصوته عالي في البيت. شنو بعيد عنك؟ خلاص استريح على بال ما داني تقول سوينا عشاء. لا والله ما حد يسوي العشاء غيري. استريحي. في شيء بينكم؟ راح اسكن بينكم مشكله. لا بالعكس مدلعنا اخذ العشاء وحكمنا. طحشه طحشه طحشه.